ثاني مره السيزون الثاني صوت السهاره شيء خيالي شيء غير مو نفس اللي شفتوه السنه اللي طافت. كانت عندنا يعني بعض المشاكل مع الاصوات مع اللي عنده التون مع اللي عنده نشاز مع اللي عنده وعنده وعنده وعنده، بس السنه هذه الله 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 لجنه الحكم. تبون اقول لكم منو لجنه الحكم؟ ماني قايل لكم لجنه الحكم، انتم راح تشوفونها بالسيزون الثاني. نسيت اقول لكم شلون تقدمون. إيه؟ انا اقول لكم شلون تقدمون. عندنا صفحه الفيسبوك صوت السهاره .com وعندنا صوت السهاره .com 2. تقدرون تشاركون تعبون طلباتكم، سجل اسمك وبياناتك وكل شيء عشان تي ونقبلك وياك. او عندي حل ثاني احسن، اديك سيارتك سلف تكشخ وتنبش بعد نفسك وتجيب معك صور وانت اللي جاي مدنا الشاهد التلفزيون الشاهد وين صاير؟ انا اقول وين صاير. حول لي مسرح حول لي سابقا الدش بشارع فتح مكة، أول ما تدخل راح تشوف مبنى كبير وعليه لوجو تلفزيون الشارع. غير هذا وهذا 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 الجائزة، الجائزة الله على الجائزة. أنا راح أقول لك شنو الجائزة عشان أخليك تحطها براسك وتجيني ليه هني وليه عندي عشان تغني وتربح وياي المبلغ الجميل اللي راح يخليك تغير شيء من حياتك، يعني تحقق حلم من حياتك. أنا أقول لك شنو المبلغ؟ ما راح أقوله، خله مفاجأة. ولا تشلون كسرت الخاطر، 10,000 دينار كويتي، 10,000. تعال وقدم وغني وسمعني صوتك، ولا تنسى راح أكون وياكم بالكاستر نفس السنة اللي طافت. إذا أنت وايد قوي وثق من نفسك راح تجي وتقول لي اسمك وراح تغني لي عند الباب واسمع صوتك وأقول لك إذا صوتك زين حياك الله، وإذا صوتك مو ذاك الزود تدخل داخل واللجنة ما ترحب، راح تقول لك مع السلامة إذا كان صوتك طبعا دام، إذا صوتك حلو أقول لك حياك الله وخليت التذكرة اللي تأهلك حق صوت السهارة 2. ما راح أطول عليكم، تعالوا قدم صوت السهارة.